على بركة الله من ملعب أدرار لنقل المباراة اللي غادي تجمع فريق حسيني تكادير والفريق الكونغولي أوتو هوتو. كنتمنوا مسير موفقة وكنتمنوا إن شاء الله الفوز من حسيني تكادير فهاد النزال الصعب اللي كنتمناو باش يجي يجيب فرحة ويجيب واحد الانتصار اللي غادي يزيد واحد نقطة أخرى لفريق حسيني تكادير. تحية للجمهور الرائع اللي غادي يحضر واللي هو حاضر حاليا، كنتمناو ليه باش يشاهد مباراة جيدة هنا في ملعب أدرار. تحية إلى فرصة إن شاء الله إلى بداية المقابلة إن شاء الله ونشوفوا الحاصلة ديال المباراة إن شاء الله تكون خير. سلام. مرة عند حسيني تكادير، عند حسيني تكادير مراوغة لمونوزوفيتش بناني للوراء عند فيلا، وفيلاش غادي يعمل في وسط الميدان. باقي الكرة عند صديقي، كيعطيها صديقي الكرة لا زالت عند حسيني تكادير. كنتمناو الحسنية تكادير الحسنية لحد الآن منتصرة بجوج لواحد، كنتمناو تبقى على هذه النتيجة هذه. باقي احنا كنلعبو في الدقائق الأخيرة من المباراة. الكرة عند أوتو هوتو، أش غادي يديرو أوتو هوتو؟ كيدخل الدفاع ديال الحسنية، كيرد الهجمة هذي عند من؟ عند الحسنية للأمام. وفي هذا الأثناء كيعلن الحكم على نهاية المباراة بفوز الحسنية بهدف بصفر. المباراة ديال اليوم ديال ما بين الحسنية أوتو هوتو، كي جات المباراة واش كان شي حاجة؟ المباراة سي عبد العزيز اللي مهم فيها والنتيجة، النتيجة هي اللي مهمة فيها. 3 بوان هو اللي خدينا اليوم. الأداء كان ماشي في مستوى عالي جدا، كان متوسط. الخط الدفاعي والوسط الميدان قام بمهمة ديال أحسن وجه، ولكن الخط الهجوم دائما نقطع في حسنية تكادير. نتمنى المدرب يشوف هذا الخط هذا يصحو اللي جاي المقابلات اللي غيكونوا أصعب من اللي شفناها اليوم. لكن النتيجة كما كانت الوقت النتيجة مزيانة، يعني 2-1 مزيانة الحسنية. كنتمناو ليها غير الماتش اللي جاي باش يراجعوا أوراقهم. هادشي اللي قلنا سي عبد العزيز، قلنا أحسن ما كاين في الماتش، أحسن ما كاين في الماتش سي عبد العزيز هي النتيجة. أما الأداء كان متوسط، إن لم أقل أقل من المتوسط. الديفونس والميليو تيران قام بالواجب ديالو، ولكن المشكل الكبير للحسنيه دائما لاطاك. دليل شكون اللي ماركا اليوم سي عبد العزيز؟ ماركا الملوكي. لا لا، شكون اللي ماركا؟ ماركا الرامي، ياسين الرامي المدافع. فينا هما المهاجمين؟ المهم كاين فيه. تحيه ليك، بارك الله عليك. تحيه لهذا الجمهور اللي حاضر في الملعب. تحيه ليك.